أكد رئيس تجمع المسار المستقل علي الراشد وجود مخالفات عديدة فيما يخص مشروع المترو والسكك الحديدية التي تعتزم هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تنفيذها. وخلال ندوة نظمها تجمع المسار المستقل، أوضح الراشد أن الهيئة أعلنت أن دراسة الجدوى للمشروع ما زالت قيد الإعداد رغم إعلانها في وقت سابق عن طرح المشروع بنظام الشراكة. إذا الأمر لم يحسن أو ما في دراسة جدوى، إذا الحكومة شلون قررت إحالة هذا الموضوع إلى هيئة الشراكة بدون دراسة؟ يعني معقولة الحكومة حالتها إلى هيئة الشراكة بدون لا تدرس وبدون دراسة جدوى؟ هذه مشكلة تدين الحكومة أنها تتخذ مثل هذه القرارات المصيرية اللي تكلف مليارات من المال العام بدون دراسة